طيب يعني هنبدا مع حضراتكم استاذ محمد. يعني النادي الاهلي النهارده اجتماع مجلس اداره وقال ان الاهلي ثابت على موقفه وانه متمسك بجدول الدوري اللي تم الاعلان عنه في بدايه شهر يناير. راي حضرتك ايه؟ شوف انا عايز اقول حاجه مهمه بعيد عن قرار الاهلي بالتاكيد. يعني اتحاد الكوره بيعيش فتره مهتزه للغايه. هذا الموسم يعد من أسوأ المواسم في كرة القدم. تمام. من أول يوم في الموسم والأزمات بتتلاحق واللي بيصدرها اتحاد الكورة لإما حكامه لإما لجنة مسابقاته لإما أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. والقصة الأخيرة قصة الجدول الدوري دي أزمة بدون لازمة افتعلها اتحاد الكورة عشان خاطر هو نقدر نقول ما قدرش يواجه الأمور بالمواجهه الصحيحه باللوائح والقوانين والكلام من ده ويحتفظ ان هو يبقى سيد قراره بمعنى اصح، وسمح للاخرين او سمح لبعض الاطراف ان هي تضغط عليه ضغط شديد جدا. معرفش يعني ايه السر في كده عشان خاطر يغير قراره مره واثنين وثلاثه. ويما يكون مجلس بيدير كرة القدم المصرية اللي هي رقم واحد في أفريقيا ويبقى بهذا الاهتزاز، يبقى شيء طبيعي انه لابد انه يكون في رد فعل محترم من جهات اخرى تقول له لا اقف عندك. انا بعتقد ان قرار النادي الاهلي بالتمسك بالجدول المعلن من قبل وبالنظام اللي محطوط والذي بلغت به جميع الأندية وبلغت به الأهلي قرار يعني محترم جدا جدا، ويضع الأمور في نصابها الحقيقي والطبيعي، واللي مفترض أن اتحاد الكورة بدل ما يبدأ يتمادى في الأزمة يحط الحلول بقى ويرجع للحق ويرجع للصواب ويرجع لأن هو يبقى سيد قراره ولا يملى عليه القرار.